وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل عن مسألة، يقول هناك من الناس مثلا من يقرأ الأذكار بنية الحرز والتحصينات من أذى الشياطين، وهناك مثلا من يقرأ سورة البقرة بنية الزواج وزيادة الرزق، هناك من يكثر من الاستغفار بنية إن الله يرزقه الذرية، هناك من يعتمر مثلا بنية إن الله عز وجل يفرج عنه أمر ويعطيه مالا، إلى غير ذلك من مثل هذه المسائل التي تدخل تحت باب فعل العبادات بقصد المنافع الدنيوية، فما حكم ذلك؟ نقول هذه مسألة مهمة جدا أيها الكرام الفضلاء، والأصل في ذلك يدخل في عدة قواعد مهمة جدا. الأمر الأول أن نفرق بين مسألة العبادات ومسألة العادات. في العبادات أيها الكرام الفضلاء ينبغي أن نجعل رضا الله أولا، في العبادات ينبغي أن نجعل رضا الله أولا وليس لأجل الدنيا، فلا تجعل نيتك الدنيا، اجعلها لله. والقاعدة الثانية، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يعني اجعل كما قال ربنا عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلما يكون هذا هو الأصل، أن تجعل نيتك الأولى والأخيرة رضا الله عز وجل وطاعته والإخلاص له عز وجل تبارك وتعالى في استغفارك، يأتيك الله عز وجل بثمرات هذا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اجعل قيامك لليل هو رضا الله عز وجل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآيات، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ومن قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، 100 آية من القانتين، 1000 آية من المقنطرين، أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. اجعل هذه الأشياء العبادات أصلها إخلاص لله تبارك وتعالى، والله عز وجل بعد ذلك يأتيك بثمراتها عز وجل. اجعل صيامك لله، مو أن أصوم من أجل الرجيم، أصوم من أجل أن ينخفض وزني، أتصدق من باب أو أصل رحمه من باب من أحب أن يبارك له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، لا، اجعلها لله وتأتيك الثمرات هذه. ولذلك ما أصبنا به في الأيام الأخيرة في وسائل التواصل المختلفة، يرسل لك مثلا 100 فائدة للصلاة ويجعل الثواب فائدة من 100، لا، الثواب هذا هو الأصل، هو الإخلاص لله عز وجل هو الأصل. أما سمعت إلى قول الثلاثة الذين أواهم البيت إلى الغار في الحديث الصحيح، ماذا قال الذي كان حفظ الأجراء والذي بر والديه والذي لم يفعل الزنا مع ابنة عم التي كان يحب؟ الله، ما كنت تعلم أن هذا أني عملت هذا خالصا لوجهك، هو ده الأصل، فافرج ما نحن فيه، فتقربوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة التي في الأصل هو بر والديه لله، قام عن المرأة ولم يفعل معها الزنا وأعطاها 100 دينار لله، حفظ مال الأجير الذي ذهب حانقا ولم يأخذه ونماه له لله، فلما رجع يطلبه أعطاه إياه، فلما نزلت به المصيبة فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. ربنا عز وجل يقول كلا بل تحبون العاجلة، العاجل هو أنت الثمرات التي تريد سريعا من الاستغفار، أن يجيك مال ويجيك ذرية، وتذرون الآخرة. قال رب العزيز ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والأدلة في ذلك كثيرة،
ولذلك يعني إن من الخسارة العظيمة أنك تقوم بالعبادة والعمل، ولذلك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. ما أراد به وجه الله عز وجل، إنما أراد أن يحصل أمرا دنيويا. لا أخي الحبيب، اجعل حفظك الله ورعاك وكفاك وآواك الأصل في هالأمور أنك تريد ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. ولذلك أهل العلم يقولون ثوابك من عبادتك بقدر ما يخلص من نيتك، ثوابك من عبادتك بقدر ما يخلص من نيتك. وطبعا نحن هنا نريد أن نفرق ما بين الرياء المحبط للعمل وما بين التشريك في العبادة بطلب المصلحة الدنيوية. طبعا الرياء ده محبط للعمل، لو الشرك الخافي نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك صم لله، صلي لله، اقرأ البقرة عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قال حرف من القرآن فربي حسن الحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبعدين يدخل تبعا ما في مانع من الحرز والحماية والبركة، أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالعبادات مقصودها الأعظم رضا الله تبارك وتعالى، مقصودها الأعظم رضا الله تبارك وتعالى. فاحرص على هذا الأمر، فاحرص على هذا الأمر، واجعل أن الباعث الأقوى لك في ذلك هو رضا الله عز وجل بهذه الأعمال. ولا مانع أن تطمع فيما في عند الله تبارك وتعالى. الإمام القرطبي يقول كلام عجيب سبحان الله في من يفعل العبادات بقصد المنافع الدنيوية، في شرحه على المسلم في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول رحمه الله رحمة واسعة في قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول: فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أعراض الدنيا، يعني أعمالك هذه الباعث عليها غير ذلك من أعراض، فلا يكون عبادة بل يكون معصية موبقة لصاحبها، فإما كفر وهو الشرك الأكبر، وإما رياء وهو الشرك الأصغر. هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوية وحده، أصوم للحمية، أصل رحمي لتكثر أموالي، أستغفر ليأتيني الذرية، أعتمر لكي يعني أتيني الغنى، ها يا جماعة حد عندكم محتاجين حج بدل عمرة بدل من أجل تحصيل المال. هذا هو قصد القرطبي إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فقد ذلك الغرض لا ترك العمل. الله أكبر. الإمام أحمد في مسائل المروزي مع الإمام أحمد قيل يا إمام، في كتاب في مسائل الإمام أحمد في خاص بقيام الليل، كتاب اسمه قيام الليل ما بين أحمد والمروزي، يقول يا إمام إن رجلا لا يصلي لقوم في رمضان يعني إلا بقدر كذا، تعطيني كما صلي لكم. قال: نعوذ بالله ومن يصلي وراء هذا، نعوذ بالله ومن يصلي وراء هذا. فلذلك الإمام الطبري أيضا له كلام جميل في نفس الآية، قال: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا، يقول الله فيه: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل التماس الدنيا وفي الآخرة من الخاسرين، كما جاء في جامع البيان لتأويل آية القرآن، وهو تفسير الإمام الطبري. فهذا الذي تكون الحالة الأولى أن يكون مبتغاه الدنيا وقصده الدنيا. طيب هناك نوع آخر يكون مبتغاه كيف يعني الدنيا، يعني يصوم لكي ينقص وزنه، يصلي الليل لكي يأتيه الرزق، يتصدق ويستغفر لكي يتزوج، عند ورد 10,000 الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من باب أنه والله عنده مسألة يريد أن يقضى فيه دينه إلى غير ذلك. طيب يأتي سائل يقول لك: طيب يا أخي، طب ما حديث النبي أبي بن كعب إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. نعم، ثمرة وليس أصلا، والقاعدة تقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، لكن الصلاة على النبي أنت في الأصل جعلتها لله خالصة مبتغيا ثمراتها، مو أننا والله دحين عندي دين أمسك الصلاة على النبي زي ما هو منتشر الآن في وسائل التواصل. نعم. طيب الحالة الثانية أن يبتغي بعمله وجه الله،
ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد الدنيوية المباحة التي تترتب على هذا العمل. يعني صام لله لكن بقصد حفظ الصحة، حج لله لكن نعوى التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، جهد في سبيل الله للحصول على الغنيمة، زكى ليقصد البركة والنماء في ماله، تصدق بنية الشفاء، وصل رحمه بنية ابتغاء طول العمر وسعة الرزق، زادت في الاستغفار سورة البقرة من أجل الزواج إلى هذا. إذن المسألة هذه إذا كان الأمر كذلك فهنا يختلف على قوة الباعث. إذا كان الباعث الأقوى هو وجه الله عز وجل وابتغاء الأجر من الله فلا بأس. يقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: فأما إن كان لنفس حظ عاجل وكان حاصلا تبعا، احنا نفس القاعدة المهمة، يصح تبعا ما يصح استقلالا، وكان تبعا للعبادة وليس هو المقصود، يعني البعث الأقوى هو رضا الله، فهو مغتفر، وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قصد العامل ما يترتب على عمل من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة، يعني إذا كان الباعث القوي جدا كما في بهجة قلوب الأبرار. وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، يعني الآن إذا الغالب نية التعبد لكن تبغى الدنيا معها فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية. وأما إذا كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى فلا ثواب له، الله المستعان. إذا كان الباعث الأقوى من الصيام، إنقاص الوزن، الاستغفار، المال من سورة البقرة، الزواج، الباعث الأقوى هو هذا الأمر فلا ثواب له، فلا ثواب له. وقال أيضا الشيخ رحمة الله عليه في هذا: وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له في ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا. قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيحين عن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هجرته لدنيا يوصي وإمرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكله مداره على الآية، قول ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ومداره على القاعدة: يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. ثم قال رحمه الله: طيب احنا قلنا لو كان البعث على الدنيا من العبادة ما عنده ثواب، وإذا كان البعث الأقوى هو الإخلاص لله عز وجل ينقص كمال ثوابه. طيب إذا تساوى الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد، يقول رحمه الله: فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. انتهى من مجموع فتاوى رسائل الشيخ رحمه الله. طيب يا أخوان، إذن علينا أننا نأتي لما لا خلاف فيه. إيه هو الذي لا خلاف فيه؟ أن العمل إذا كان لله خالصا تأتيك ثمراته، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فاجعل عملك لله خالصا، اجعل عملك لله خالص، والله يعلم ما في نيتك ويعلم ما في قلبك تبارك وتعالى، ويأتيك بأفضل مما تتمنى. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فلذلك حتى لا يضيع علينا تابع بين الحج والعمرة في النوم ينفين الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد، كلام جميل جدا، يعني تابع بين الحج والعمرة وجعلها لله عز وجل خالصا تأتيك ثمراتها إن شاء الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فنحيه حياة طيبة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يجعلها لله عز وجل خالصا حيفتح الله عليك بركات السماء والأرض. السواك مطهرة الفم مرات من الرب، يجعل السواك لله عز وجل خالصا فإن الله عز وجل يتقبله منك ويرضى به. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، اجعل الاستغفار خالصا لله عز وجل يأتيك بثمرات. كل من باب يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فلذلك أيها الكرام الفضلاء، علينا أننا نقصد بأعمالنا وجه الله عز وجل، والله عز وجل من قصد
بعمله وجهه تبارك وتعالى فإنه عز وجل يعطيه ويفتح عليه بهذه البركات العظيمة، بهذه البركات العظيمة، لأنه كريم تبارك وتعالى، فآتاهم الله الثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فإذا قصدوا وجهه أعطاهم الحسنات في الدارين، في الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. فاجعل أيها الكريم الفاضل أعمالك لله عز وجل يأتيك بما كان من ثمراتها. هذا ما تيسر إراد وتي إعداد، وعن الله على ذكر وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله مرحبا أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين، احفظ بيتي وارزقني بالرؤية السر ورفع الذل واجعل البلاد أمن أمانا سخيرا وسائر المسلمين، ووفق ولاة أمرنا كل خير وعلم على كل بر. تم تحريره صوتيا أيها الفضلاء الكرام في مغرب يوم الأحد، لخمس بقينة من ربيع الأول عام 43 و 43 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.